حكاية مثل. سمعت المثل ده؟ جبت الأقرع يونسني، كشف راسه وخوفني. المثل ده بيتقال عن الشخص اللي بتطلب منه يساعدك في مشكلة وفي الآخر بيغرقك. بذمتك غرقك حد قبل كده؟ كان ليا فلوس عند ناس ورحت جبت راجل ضخم كده جدا عشان خاطر يقف معايا يعني يخوفهم، فاول ما دخل وشاف الموقف هو اللي طلع يجري. برضه كنت رايح له، كنت في مشكله مع واحده خطيبها، بيقول لي عنده هو نفس المشكله برضه، تمام. فلقيت ان انا يعني ايه كلامي لا هيفيد ولا كلامه هو هيفيد، يعني احنا الاثنين نفس الحكايه يعني. هي المشكله مثلا كانت ايه؟ يعني حاجه زي ايه؟ لا خناقه، يعني خلافات ما بين اي اثنين مخطوبين او اي اثنين مرتبطين وكده. فجيت اطلب نصيحه. فهو لقيت هو نفس عنده نفس المشكله برضه، محتاج اللي ينصحه في الموضوع ده. دي كانت اقرب موقف للمثل ده. تمام كده ايام الجيش يعني. ايوه سجلت بحد يعني كده عشان اجازه ولا حاجه ما عملهاش. بالنسبه لي المثل ده حلو يعني، هو مهما يكون ممكن الواحد عنده مشاكل بس هو قادر يساعد الناس الثانيه. ما جبتك قبل يوم تعيني ليه تكلمني عايز تتعامل؟ حصل لك المثل ده قبل كده في يوم من الايام؟ لما الحاله كلها بفعل حاجات دي يعني.